بونسوار. بونسوار. اللي حب يصدق اهلا وسهلا، واللي ما حب يصدق فلا يصدق. فارس ياغي يبحث عن عروس. هناك شاب اشقر ذو عينين ملونتين بحاجه الى فتاه شابه ذو اخلاق عاليه. بونسوار. بونسوار. لا اكيد لا تجوزت ولا طلقت ولا شيء بعدني عزابي. فلا بس يعني بحكم ضغط العمل، بحكم كل الظروف اللي كانت تصوير الفترة الماضية، خلتني غيب عن أهلي عن أصحابي، لأنه كان كل نطاق العمل هو خارج سوريا، بين بيروت بين اسطنبول. فلهي الأسباب يعني منعتني أن يكون موجود بسوريا. ده كان رد فارس ياغي على إشاعة جوازه اللي انتشرت بعد رجوعه لسوريا واستقراره في بلده. أنا أصلاً ما تركت لحتى أرجع أستقر، أنا مستقر بهون بسوريا، عائلتي موجودة بسوريا، كل حياتي كل أنشطة الفنية كل أنشطة الاجتماعية موجودة بالبلد. يعني أنا ما تركت البلد حتى بس لسبب يتعلق بظرف العمل ومكان التصوير. وانتي بتعرفي أنه رحنا يعني حسب المسلسل لوكيشن تصوير بيكون، فمضطرين نكون متواجدين، وبحكم هلا كورونا وما كورونا فأحيان انت تستقري، بس انا موجود بسوريا وابدا لا تزوجت ولا طلقت ولا شيء ولا تركت البلد. بس الخبر الحلو للبنات هو ان فارس بيدور على عروسة. يا ريت، لانه ماما من اول ما دعست يعني رجعت بعد كل هاي الفترة، فارس انت بدي افرح فيك، فارس انت بتشوف اولادك، فارس خلاص هلا انت الحمد لله بلشت تركز على شغلك و و و فهذا شغلي الشاغل هاي الفترة. هناك شاب أشقر ذو عينين ملونتين بحاجة إلى فتاة شابة ذو أخلاق عالية. بس الصفة اللي بيعتقد ناس كتير إنها في شخصية فارس هي الغرور، فإيه سبب الانطباع ده؟ سألت هذا السؤال لماما. ما حدا بيعرفك أكتر من أهلك. قلت لها ماما أنا ليش العالم عم بتقول عني هيك، مع أنه بس أول 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 لقاء بيأخذوا هذا التطابع. يمكن هل يا ترى لأنه أنا شخص بحاله، شخص عندي ممكن ملامح حادة، ممكن مثل ما بيقولوا ما كتير بفسح مجال لحتى أرتاح للشخص المقابلي، لحتى أفهم شو هو، لحتى أكون عفوي أو مطوع معه، فيمكن هذا السبب اللي يخلي العالم تقول أنه مغرور أو. وأنا رح لك شغلة، ما تعودت تبع هي أنه صباح الخير صباح النور يسعد لي مساء كيفك شو الأخبار. أنا ما موجودة بسيستم شخصيتي. ممكن العالم تستغرب تقول ما مجالك كله قائم على المجاملات وعشو هلأ عم تحكي بالمدينة الفاضية. لا هاي الأشياء موجودة، هاي الأشياء ناس بتعملها وفي ناس ما بتعملها. اللي حب يصدق أهلا وسهلا، واللي ما حب يصدق فلا يصدق. وفارس ياغي أنشأ ويب سايت خاصة بيه بتتضمن كل أعماله المهنية وسيرته الذاتية، وده كمان يعتبره البعض بسبب الغرور. أنا بحترم كل الآراء، ولكن كل رأي حسب الخبرة اللي هو واصل له. أنا اليوم خبرتي بتقلي ومع عمري أنه أنا لازم يكون في عندي منصة رسمية، بما أنه نحن اليوم في بعدنا عن التلفزيون، اليوم صار في شيء اسمه شاهد، صار في نتفليكس، فاليوم أنت أمام مخرجين من مختلف الجنسيات، مخرجين من مختلف أنواع البلاد سواء العربية أو الأجنبية، الكتاب و فأنت لازم توصلي لإلهم وتقدمي نفسك. اليوم أنا عم أقدم أونلاين بروتفوليو، عم بعرف فيه عن حالي بطريقة أنا محترم فيها ذاتي، بعيدا عن الغرور، بعيدا عن التملق أو عن النفاق. واللي يعرف فارس من قبل كده هيلاحظ قد إيه هو خسر من وزنه، فإيه السبب؟ والله للأسف هو ظرف معين، والدي تعرض لعمل جراحي، تعرض لحادث صار معه تحطم بالفخذ، فضمن هاي الظروف كنت متواجد معه كل فترة مثل ما بيقولوا ما بعد العملية الجراحية، عملية مناسالي لرجل كبير في السن، بتتطلب منك ضغط نفسي اجتماعي خوف عليه، وضمن الظرف العام فانت بتحسي ركض فما بيعود في عندك تركيز على نفسك او على شخصك. فهلا الحمد لله بقول انه والدي بصحه جيده، ولا رجع انه لفترات انه يتوازن ويرجع انه يقدر يمشي. والظاهر ان فارس بيحب الاحجار قوي، وده نقدر نلاحظه من البريسلتس. انا كتير بحب الاحجار، كتير بحب الحجار، يعني هي حجرة الجاد، هي حجرة عيدي، حجرة الزفير، فأنا بحب الحجار، هي فيك البيضة، فأنا كتير بآمن بطاقة الحجار. أنت بتحسي لما تروحي تطلعي على ثقافات أخرى فبتحاولي مثل ما بتاخدي شيء يشبهك. أنا بحب أقرأ عن الأبراج، بحب أقرأ عن علم الفلك، بحب أقرأ عن طاقة الحجار،
بتحسي انه هاي الاشياء بتهربي انت فيها لعالم تاني، لعالم مختلف بعيدا عن الموبايلات والسوشيال ميديا والانستغرام وظاهر التنمر اللي عم نتعرض له. وهو راح بحبه للاحجار للنكست ليفل، حتى انه بياخد من وقته. بتحسي في عندك خصوصيه صارت جديده ببيتك او باطارك الخاص لهذا العالم الصغير اللي انت بتهربي عليه، خلص وبترتاحي وبشحنون وبشوف كيف بدي هيك اليوم هني ما بينشحنوا غير لما يكون الامر بدر، فبدك يعني تشحنيون تشيليون قبل ما تطلع الشمس، في حجار بتنشحن بالشمس، حجار بتنشحن بالقمر، يعني فبحس في عندك سيستم جديد هيك بتبحثي فيه، فشي حلو. راحت بنته. ما كنت عارف انه هيدي بنته.